الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميع. في السيشن اللي فات تكلمنا عن الاند اوبريتور. منطقي جدا ان احنا نتكلم في السيشن ده عن الاور اوبريتور والفرق ما بين الاند والاور اوبريتور في طريقة الكتابة. وانا بستخدم خطين رأسيين كفاصل اللي هو العالي على شيفت شيفت والزرار اللي فوق منها اللي هو جنب الانتر شيفت يمين طبعا. تمام ده بيرسم لي المشهد بتاع الدبل خطين رأسيين دولت. معناها ان انت عايز تدرج اوبريتور اور. وطيب اوبريتور اور الصيغه العامه بتاعته يا جماعه او وظيفته ايذر ايه اور بي اور بوث ار ترو. يا اما ايه لو الشرط ده كان مظبوط يعني لو نص الشرط او لو حته من الشرط الاولاني مثلا انا عندي شرطين A و B لو A كان مظبوط النتيجة الموجبة تتحقق ما في مشكلة لو B كان مظبوط النتيجة الموجبة تتحقق لو A و B الاثنين مظبوطين برضو النتيجة الموجبة تتحقق. بمعنى مثلا بالعامية نفس المثال المرة اللي فاتت لو علي او عبد الله جم يا جماعة فينا نبدأ الحفلة. طب علي جه راح نبدأ الحفلة حتى لو عبد الله ما جاش. طب لو عبد الله جه وعلي ما جاش برضه راح نبدا الحفله لحسن الحظ لو الاثنين جم برضه ده سبب قوي علشان نبدا الحفله. هذا المفهوم العام للاور اوبريتور. نيجي نطبقها بشكل عام عشان الامور توضح بشكل توضح اكتر. كل القصه انا هشيل الدبل الاند واحط الاثنين دولت واعمل كنترول اس هلاقي النتيجه يس. ليه؟ لان انا عندي الشرط الاولاني متحقق اللي هو الايه بيساوي قيمه البي. ادي الاي والبي اتنينات عارف ان الشرط الثاني مش متحقق لكن ما في مشكله طالما مستخدم او يبقى ايزر واحد من الشروط اللي بتفصل ما بينها بالاور اوبريتور شغاله بشكل سليم يبقى الشرط راح يتحقق بشكل سليم. نفس القصه لو انت خليتهم مثلا اثنين او ماشي خلينا نعكسها كده مثلا 3 و2 فبتلاقي ان برضه يس رغم ان او الاي نص الشرط الاولاني مش متحقق لكن نص الشرط الثاني متحقق. نفس السيناريو لو انت سويتهم كلهم ببعض اول الشرطين كانوا متحققين فراح تحصل على نفس النتيجه. الرول دي توجع معاك لما ما يكونش اساسا في تطابق او لما يكون في مشكله في الرول بالكامل فبتحصل على نتيجه نو لان ايزر الشرط الاولاني مش متحقق قيمه الاي مش بتساوي قيمه البي ولا قيمه السي بتساوي قيمه الدي فبالتالي انت مش بتحصل على مفيش اساسا فبالتالي اساسا برضو الشرط الاحتمال الثالث مش هيكون شغال معاك علشان كده الجمله ديت او الاستجابه الموجبه للشرط راح ما راح تتنفذ بشكل سليم فهيتنفذ اللي مكتوب في جمله ايلس. ده بشكل مختصر كده الاور اوبريتور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.